عمدان جار نيورو رقم 2 ده البرين ستيم. برين ستيم بيتقسم ليه اصغر حاجه تحت او اقل حاجه تحت اللي هي المضله اوبلونجاتا في النص البونز وفوق خالص الميد برين. تمام. الاستراكشر اللي على المضله اوبلونجاتا رقم 7 رقم 7 ده رقم 1 ده البيراميد رقم 1 ده البيراميد. بعد كده رقم 2 لاترالي رقم 2 ده الاوليف. بعد كده رقم 3 خالص اللي هو انفيريور سيريبيلر بدانكل اللي هو بيربط ما بين المضله اوبلونجاتا ومن السيريبيلر من انفيريور سيريبيلر بدانكل. تمام. هنطلع بقى على فوق على البونز هنطلع على البونز فوق في النص بالظبط في البونز رقم 4 اللي هو ايه البازلر جروف 4 بازلر ارتري بازلر ساركس او جروف بازلر ما كتبنا جروف بازلر ساركس 4 بازلر ارتري. بعد كده لاترال خالص للبونز في حاجه اسمها ميدل سيريبيلر بدانكل. تمام. نطلع فوق بقى رقم 7 ديت اللي هي الايه رقم 7 اللي هي الانتر بدانكولار فوس رقم 7 الانتر بدانكولار فوس اللي هي الخضره دي اللي في النص دي. بعد كده رقم 6 فوقيها اللي هي سيريبرال بدانكل سيريبرال بدانكل. تمام. ده من تحت كده نيورو برضو 2 تحت خالص رقم 10 اللي هو كلوزد مضله تفتح رقم 8 اللي هي ايه الفورس فينتريكل رقم 8 الفورس فينتريكل رقم 9 رقم 9 فوق خالص ده الانفيريور كولوكلاس في الايه الميد برين. هنبدا بقى نيورو 3 رقم 3 تحت برضو زي ما اللي هو ايه سيريبرال بدانكل. ننزل تحت رقم 6 اللي هو بازلر سالكس رقم 6 البازلر سالكس. بعد كده على جانبي رقم 7 على جانبي اللي هو البونز وبعدين رقم 5 ديت اللي هو الميدل سيريبلر بدانكل الميدل سيريبلر بدانكل. تمام. ننزل تحت في المضله اوبلونجاتا الاوليف رقم 8 لاترال خالص على المضله اوبلونجاتا. بعد كده رقم 4 رقم 4 الانفيريور سيريبلر بدانكل inferior cerebellar بدانكل. بس في رقمين تحت اللي هو رقم 9 تحت اسمه inferior fovea ورقم 10 فوق اللي هي superior fovea.